وكما قلنا من قبل أن اليهود المغاربة أكثرهم درسوا في مدارس الاتحاد الإسرائيلي العالمي، هذه المدرسة التي تكلمنا عنها من قبل، التي هي منظمة فرنسية تعمل لصالح الطائفة اليهودية في أنحاء العالم. ومما يدل على التعايش والانفتاح والتسامح الذي كان يعيش في أجوائه اليهود المغاربة، بالرغم من أنه عندنا بعض التساؤلات والشكوك في إخلاصهم للمغرب وعدم انتمائهم للصف الصهيوني الفرنسي أيام الاستعمار، فقد أقام أو أنشأ الأخوان كانوا حديد، كان يسمان بالأخوان حديد في الدار البيضاء، أنشأ وقام بتحرير صحيفة سموها بلا لوميير دي ماروك، يعني نور المغرب أو النور في المغرب، لا لوميير دي ماروك. وهذه الصحيفة كانت صحيفة بالطبع صهيونية، وكانت قد أصدرت أو صدرت ما بين سنة 1922 إلى 1924 تحت حماية الفرنسيين، المستعمر الفرنسي. وكذلك وهذه لا لوميير دو ماروك كانت صحيفة مكتوبة بالعربية اليهودية بالحروف العبرية القديمة. بعد ذلك تبعتها كذلك بين 1926 إلى 1940 لافونير إلوستري، صحيفة كانت تسمى لافونير إلوستري. هذه الصحيفة الفرنسية قومية مؤيدة للصهيونية، هذه الصحيفة كذلك كانت تنشر في المغرب على يد شخص كان اسمه جوناثان ثورز، كان في المغرب كذلك في مدينة الدار البيضاء. وفي سنة 1932، ما بين سنة 1932 إلى سنة 1940، لونيون ماروكان، هذه صحيفة فرانكوفونية من الاتحاد الإسرائيلي العالمي كما قلنا. في هذا الوقت كان المغاربة منشغلون بالمقاومة ضد المستعمر، كان اليهود في المغرب يتمتعون بالحرية نشر الصحف ونشر الصهيونية ومؤازرة حتى المستعمر الفرنسي وبلغته كذلك، صحيفة فرانكوفونية كما قلنا لونيون ماروكان. إلى أن جاء نظام فيشي بعد سقوط فرنسا في يد الألمان، فأغلقت هذه الصحيفة الأخيرة كما قلنا لونيون ماروكان، بحكم أنها كانت فرانكوفونية وتشتغل مع الاتحاد الإسرائيلي العالمي. والاتحاد الإسرائيلي العالمي كما قلنا هو منظمة فرنسية تعمل لصالح الطائفة اليهودية في أنحاء العالم، بمعنى الصهيونية. في أوائل الخمسينيات كما قلنا شجعت الصهيونية المنظمات الصهيونية على الهجرة، هجرة والهروب من المغرب للاحتلال، ودعوا بأنه بسبب الفقر كان لابد، والتهميش والظلم والاضطهاد كان لابد من اليهود أن يهربوا إلى بلد العسل واللبن. لكن أغلب المدارس اليهودية التي كانت في المغرب لم تكن تدرس باللغة العربية، هذا شيء مهم يجب أن ننتبه إليه، بل كانوا يدرسون في مدارس الاتحاد الإسرائيلي كما قلنا، التي كانت في تطوان وفي طنجة وفي أسفي، وهذه المدارس يتعلم فيها اليهود باللغة الفرنسية، لم يدرسوا اللغة العربية أصلا. ثم بعد ذلك يتابعون دراساتهم في الخارج، هذه هي الحقيقة.
ثم إننا نريد أن نطرح سؤالا مهما في هذه القضية، بحكم أننا نريد أن نفرض العنصر العبري أو اللغة العبرية على المغاربة، لماذا لا نعكس القضية كذلك وندرس أولاد يهود القلائل الذين يوجدون في المغرب، ندرسهم اللغة العربية؟ إذا زرنا بأي مدرسة، خاصة المدارس الحرة أو هذا المدارس الاتحاد الإسرائيلي، مدارس الاتحاد الإسرائيلي العالمي، نجدهم يدرسون باللغة الفرنسية، وسوف لن نجد حرفا باللغة العربية. فلماذا لا نفرض عليهم كذلك اللغة العربية، باعتبار أن اللغة العربية هي كذلك عنصر عربي في المغرب، ويجبهم كيهود مغاربة يجب أن يتعلموا اللغة العربية؟ بل بالعكس، ما زلنا نرى شخصيات مهمة ومستشارين ويهود مغاربة ومهرجين مغاربة من أصل يهودي يرفضون أن يتكلمون باللغة العربية أو حتى بالدارجة المغربية العربية المعروفة، فيخرجون أمامنا وكأنهم يتكلمون في فرنسا أو في بلجيكا، في جزء من بلجيكا بالطبع، أو في جزء كيبك في كندا، أو في ما لا أدري في جزء من سويسرا، بأن ليس كل سويسرا تتكلم الفرنسية. كذلك نجدهم يخرجون ويتكلمون بالفرنسية في المغرب، بالرغم من أنهم لا يظهرون أي احترام للأغلبية التي تتكلم بالعربية والأمازيغية، لا يظهرون أي احترام حتى للهجة المغربية، بل إنهم يتحدون الشارع المغربي والثقافة المغربية ويفرضون على المستمع والمتلقي اللغة الفرنسية جهارا. وفي نفس الوقت نطالب نحن باحترام العنصر العبري وتعلم اللغة العبرية، معلين بأننا لا نتعلم اللغة العبرية الحقيقية، وإنما نتعلم اللغة القشور، اللغة الإيديشية، اللغة المرتزقة، الخليط من 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 الألمانية والتعابير السلافية كما قلت، والآرامية، وكثير من 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 اللغات أوروبا الشرقية، وهذه سموها باللغة العبرية الحديثة، وهذه ليست حقيقة، ليست لغة عبرية، وهذا هو الواقع. بحيث أن كل اليهود المغاربة الذين يدرسون في المغرب في الاتحاد الإسرائيلي العالمي يكملون دراستهم في الخارج يا إما بالإنجليزي أو بالفرنسي دون، ومنهم ربما من لا يعرف كيف يكتب اسمه باللغة العربية، أنا لا أدري، لكن أعرف أن أغلبهم يتكلموا اللغة الفرنسية ويرفضون تعلم اللغة العربية ولا حتى احترام المغاربة بتكلم بالعربية أو بالأمازيغية أمامهم وأمام الشاشات والكاميرات. وفي نفس الوقت يفرضون علينا ما لم يفرض على أي دولة في العالم أو أي على أي شعب في العالم، تفرض العبرية، لم تفرض حتى في أمريكا التي فيها 5 ملايين يهودي، ولم تفرض حتى في السويد التي لها آلاف منها، ولم تفرض حتى في فرنسا كما قلنا عدد كبير من 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 الآلاف اليهود في أوروبا وكندا وألمانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا، والمغرب فيه بين 2,000 و5,000 شخص يهودي تفرض في اللغة العربية. ما هذا؟ هل هذه حقيقة؟ لا، هذا شيء منطقي. إن هناك أشياء لا يجب أن تمر هكذا، يجب أن تناقش في المجتمع، يجب أن يناقشها البرلمان، المثقفون، الإذاعات، القنوات. لماذا نحن خائفون من مناقشة موضوع كباقي المواضيع؟ هذه مسألة ثقافية، كل شخص يجب أن يقول رأيه في الموضوع لنقاش هذا. لماذا لا نجد أي دولة في العالم تدرس اللغة العبرية في العالم باستثناء إلا إذا درستها في الجامعات؟
على المستوى الأكاديمي حتى لا يفهم بعض الجهال كلامي بالخطأ، لأن بعض الناس لا تفهم هذه الأشياء ويخرجون ليتكلمون بدون أن يفهمون، بدون أن يفهموا شيئا، لأن اللغة العبرية في أوروبا تدرس في على المستوى الأكاديمي في الجامعات، تدرس في الجامعات، وتدرس معها كذلك اللغة اليونانية أو الإغريقية، وتدرس كذلك مع اللغة اللاتينية بحكم، وأحيانا نجد كذلك المصالح وأجنحة لتدريس حتى اللغة الفارسية القديمة في بعض الجامعات، لأن دارس الذي يدرس مقارنة الأديان إن أراد تعمق بدون فقط الاعتماد على الكتب المترجمة، فمن الأفضل له أن يأخذ ويدرس الكتب المصادر الحقيقية، المصادر الحقيقية التي كتبت بها الكتب من اللغة الأصلية. وكثير من الكتب الدينية القديمة تتعلق بالمسيحية وباليهودية كتبت بالعبرية القديمة، وكتبت باللاتينية، وكتبت كذلك بالإغريقية، لذلك في هذه الأسباب. لكن أناس في مستوى عالي من الثقافة، ليس الأطفال، هذا ما أقصد. نحن لسنا ضد تعليم العبرية، ولكن ضد هذه التفاهات وهذا النوع من الخبط العشوائي في التدريس وفي فرض ثقافة معينة دون أخرى، مع العلم أننا نفرط في اللغة العربية التي هي لغة البلد ولغة ديننا، وفي نفس الوقت نتحمس كثيرا لتدريس اللغة العبرية التي أصلا لا نعرف عنها شيئا ولا نعرف الكثير عنها، بل إننا سندرس لغة تسمى عبرية أو العبرية الحديثة التي ليس لها أي علاقة باللغة العبرية الكلاسيكية التوراتية. وتعرفون كذلك أن تأسيس المجمع اللغوي العبري القديم كان سنة 1889، وهذه أصلا كانت مبادرة صهيونية مرتبطة بالاستعمار، كان تهيئ لاستعمار فلسطين المحتلة في منذ أيام تيودور هيرتزل وما قبله كذلك. فتأسيس المجمع اللغوي العبري كان سنة 1889، قام بتأسيسه من؟ اليهود الأشكيناز من أوروبا الشرقية للاستيلاء تدريجيا على الحكم، بحكم أنهم الآن هم الذين يستولون على إدارة وحكم إسرائيل. وهذا كان كذلك كما قلنا، إحياء اللغة كانت فكرة صهيونية في مؤتمر بازل في سويسرا في هذه السنة. فتيودور هيرتزل كما تعلمون هو المنظر المهم في تاريخ الصهيونية. كما قلنا نحن لسنا ضد دراسة التاريخ اليهودي والمكون العبري في المغرب، بل كل من له شغف وحب ثقافة بإمكانه أن يطالع ويدرس هذا التاريخ اليهودي. نحن لسنا ضد إعادة ترميم المقابر اليهودية في المغرب أو إعادة ترميم بعض المعابد، لكن نحن ضد فكرة تهيئ للتطبيع وتشجيع الأطفال على قبول التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. نحن ضد هذا البرنامج الصهيوني الذي يهيئ الأجيال القادمة لقبول فكرة استعمار فلسطين على أنها لا شيء، وأن هذا شيء عادي، وبالكذب
وبالافتراء يدعي الصهاينة على أنها كانت أرضهم أو كانت أرض الميعاد، وهذا هو ما نحن ضده، وليس ضد أن يكون أي مغربي يهودي في المغرب أو غيره. المهم أن عندنا الآن في المغرب ما يقارب بين 2000 يهودي وخمسة آلاف يهودي لا أكثر، وسنتطرق إلى بعض الحقائق الصادمة كذلك في هذا الموضوع، بحيث أنه هذه الحقائق كما قلنا تكاد تكون صادمة، بحيث بعض الإحصائيات من سنة 2013 تشير إلى أن بعض العائلات اليهودية المغربية ترسل أبنائها للدراسة في كلية القدس للتكنولوجيا، معروف هذه، وبعد الدراسة يختار معظم الطلاب، هؤلاء الطلاب، الحصول على الجنسية هناك الإسرائيلية والاستقرار هناك دون العودة إلى المغرب. هذه التقارير منذ سنة 2013، يعني خروجهم من المغرب بدون رجعة. سنة 2014 كذلك يقال أنهم كان في المغرب 2500 يهودي حسب بعض الإحصائيات، و2018 وصلت درجة نسبة الرجوع الخروج من المغرب كبيرة، كانت إلى أن صار في المغرب ما يقارب 2200 يهودي في المغرب. في سنة 2019 كان هناك إحصاء للدائرة أو دائرة الإحصاء المركزية للكيان الصهيوني في إسرائيل، أعطانا بعض الإحصائيات التي تهم سنة 2019 ما يقارب هناك، وهذا الرقم يفند ويكذب المليون يهودي مغربي في إسرائيل، بل إن دائرة الإحصاء المركزية للكيان الصهيوني قالت ما يقارب في سنة 2019 ما يقارب 500,000 يهودي من أصل مغربي، بمعنى بنسبة 5-6% من إجمالي سكان البلاد، 5-6% من إجمالي سكان البلاد في إسرائيل ما يقارب 500,000 نسمة من اليهود من أصل مغربي. في سنة 2004، ونرجع إلى سنة 2004، كان في المغرب ما يقارب حوالي 3000 إلى 4000 فقط في مدينة الدار البيضاء في سنة 2004، بين 3000 و4000 يهودي في مدينة الدار البيضاء، يعني العاصمة الاقتصادية الكبيرة. وكما قلنا بعدها في كما قلنا في 2014 صار 2500، وب 2018 صار حوالي 2200 في المغرب، و 2004 لا يتجاوزون بين 3000 و4000 من المغاربة اليهود في المغرب. هذا دليل لأنهم يتناقصون ويهجرون ويهربون من المغرب لأسباب عديدة لا نقصد بها أنها أسباب خاصة، ليست لأسباب عنصرية أو تهميش أو الاضطهاد أو ما شابه ذلك، والأكثر قد تكون لأسباب اقتصادية، كما يهاجر ويهرب كذلك المغاربة الآخرين إلى بلدان أخرى خارج المغرب من أجل الرزق ومن أجل تغيير ظروفهم الاقتصادية. بحيث أن الإشكال صار الآن مع قلة اليهود المغاربة في المغرب، بالرغم أن الحكومة لم تقوم بواجبها وتوفر للمغاربة بصفة عامة، منهم اليهود والعرب والمسلمين بصفة عامة، توفر لهم العيش الرغد والحياة الكريمة في بلدهم، فهم يضطرون إلى الهروب. لكن
عوض معالجة المشاكل الاقتصادية والمشاكل السياسية والاستبداد وما شابه ذلك من الأمور التي هي تسبب المشكل الاقتصادي والمشكل الاجتماعي، عوض أن نحل هذه المشاكل صرنا نحاول أن نحل المشاكل بطريقة أو بطرق أخرى غريبة، منها أننا فجأة نريد أن ندرس اللغة العبرية لمن؟ لأولاد المغاربة، مع العلم بأن اللغة العبرية الكلاسيكية التوراتية يحتاجها حتى يهود المغاربة الموجودين في المغرب، والذين للأسف لا يتكلمون اللغة العربية ولا يدرسون في الجامعات المغربية، بل يخرجون إلى الخارج ليبحثوا عن مستقبلهم خارج المغرب الذي عجز أن يوفر لهم ظروف جامعية وظروف ثقافية وظروف للاستقرار في بلدهم. وهذه القضية وهذه المشكلة تخص المغاربة المسلمين وكذلك هذه الأقلية اليهودية التي تعيش في المغرب. ولاحظت كذلك في بعض المجلات وبعض الإذاعات المغربية أن البعض يدعي أشياء تاريخية مزورة ومكذوبة، حيث أنه يدعي بعض المؤرخين الذين لا يعتمدون على المصادر الحقيقية ولا يمنطقون حتى التاريخ، يدعي أن ارتباط العلاقة بين اليهود والأمازيغ الذين صاروا بعد ذلك يهودا كذلك، لأن أغلب اليهود المغاربة هم من أصل أمازيغي أصلا اعتنقوا الديانة مع مرور الوقت. فهؤلاء الناس يرجعون هذه العلاقة إلى سنة 385 قبل الميلاد، بمعنى أن اليهود وصلوا إلى المغرب سنة 385 قبل الميلاد، فهذه الهجرات كانت مبكرة. وأنا بكل صراحة أكذب هذا الخبر وهذا التاريخ وهذه الهجرة، لأنه من المستحيل أن تكون هناك هجرات هذا الوقت المبكر إلى المغرب من الشرق من طرف اليهود في ذلك الوقت، لأنه مستحيل أن لأن اليهود كانوا في ذلك الوقت في المنطقة في سوريا وفي بابل وفي حتى فلسطين مع الشعوب الأخرى التي كانت تعيش معه، كانوا يعيشون تحت الاستعمار الفارسي وكانت لهم حرية وكانت هناك كان هناك ملوك الفرس كانوا يعطوهم حرية إلى درجة أنهم سمحوا لهم بالرجوع إلى فلسطين والرجوع إلى الأراضي التي كانوا يعيشون فيها في بلاد كنعان. وتعرفون أن بلاد كنعان هي سوريا وجزء من الأردن وفلسطين الحالية، لم يكن فقط شعب واحد يعيش فيها بل كانت هناك شعوب كثيرة، لا نستطيع أن نقول أنها أرض إسرائيل لوحدهم، بل كانت الفترة الإسرائيلية وملوك بني إسرائيل فترة مرت كما مر كذلك كثير من الشعوب الذين حكموا من كلدانيين وأشوريين وبابليين وعرب والدوميين وكثير من الشعوب التي حكمت المنطقة. 385 قبل الميلاد يعني هجرة اليهود إلى المغرب هذه كذبة وغير صحيحة ولا وتتناقض حتى مع التاريخ، لأن في هذا الوقت كان هناك سلم وكان اليهود يعيشون في المنطقة بطريقة سليمة جيدة، كانوا يعيشون في السلم ولم يضطهدهم الفرس، حتى لما جاء الإسكندر المقدوني ودخل مصر ودخل فلسطين سنة 333 قبل الميلاد لم يضطهدهم. الحضارة الهيلينستية كانت قد انتشرت حتى بعد موت الإسكندر، أو الحضارة الإغريقية حتى بعد موت الإسكندر.
فالأرجح أن الهجرات ابتدأت بعد اضطهاد اليهود. في العهد الفارسي لم يكن هناك اضطهاد، وفي العهد الإسكندر المقدوني لم يكن هناك اضطهاد لهم. ابتدأت بعض الأمور تتغير بعد موت الإسكندر المقدوني، وغالبا كانت الهجرات يعني ربما قد تكون ابتداء من ثورة المكابيين. وثورة المكابيين هذه كانت ما يقارب 167 قبل الميلاد. ثار اليهود، بعض اليهود على، ليس كل اليهود، بعض اليهود ثاروا على اليهود أنفسهم الذين صاروا إغريق أو تأثروا بالحضارة الإغريقية، وثاروا كذلك على ما يسمى بالإمبراطورية السلوقية في ذلك الوقت، السلوقيين خلفاء الإسكندر من الإغريق. هذه هي النظرية الأولى قبل الميلاد، ربما هنا ابتدأت الهجرات. لكن كذلك هناك نظريتان أخريتان، أن اليهود ابتدأوا الهجرة في اتجاه المغرب ربما في ثورة اليهود الأولى الكبرى، هذه الثورة التي كانت بين 66 و73 ميلادية، كذلك ثار اليهود ضد الرومان. كذلك ثورة شمعون بار كوخبا، شمعون بار كوخبا هذا، وكانت ثورته سنة 132 إلى 136 ميلادية. شمعون هذا كان ثائرا ضد الرومان، فكان هناك نوع من الاضطهاد لهم في المنطقة، فربما في هذه الفترة ابتدأت بعض الهجرات اتجاه شمال إفريقيا واتجاه المغرب. أما 385 هذه ليست صحيحة. نتمنى أن نكون قد أكملنا الشرح وحققنا المبتغى، أعطينا رأينا في بعض الأشياء. نتمنى لكم خالص التحيات، نرجع إلى الحقيقة ونقول من جديد، نحن ضد التطبيع والاستعمار الإسرائيلي الصهيوني لأرض فلسطين. سنستمر ببعض الحلقات في هذا الموضوع المتعلق باليهودية وتاريخها وعلاقتها بدينها وبتلمودها وبتوراتها وبتاريخها وبعلاقتها مع المسلمين وغير المسلمين في العالم، اليهودية كدين. وسنتطرق إلى الكثير الكثير عن اليهودية مستدلين من التوراة ومن التلمود لنضحض كذبهم وافتراءاتهم وتدليسهم على أن الأرض كانت أرضهم. الحرية لفلسطين، الحرية لفلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.